استمرار الجهود في إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة مستمر. بالنسبة للفلوجة في بداية الشهر الثامن 1/8 ستبدأ العوائل في التسجيل باستمارات خاصة من قبل الأجهزة الأمنية لتسهيل عودتهم إلى المناطق المحررة. بالنسبة لقضاء الرمادي العوائل مستمرة في العودة إلى هذا القضاء، والأقضية الغربية الثلاثة التي كان المؤتمر اليوم مخصص لها سيكون تحريرها قريبا إن شاء الله، وبعد التحرير ستكون العودة سريعة جدا بإذن الله. حقيقة تكلمنا عن ذلك ببيان رسمي في محافظة كربلاء وفي بابل، صوتت هذه المجالس على إعادة النازحين خلال 30 يوم. نحن نقول لهذه المجالس أنتم إخوتنا، قدمتم ما قدمتم النازحين، ولكن لا يليق بكم وبكرمكم وبأصالة عشائركم أن تجبروا النازحين في مثل هذه الظروف على العودة، وكثير منهم دورهم مدمرة بالكامل، وكثير منهم بيوتهم لا زالت ملغمة. بالتالي عليكم أن تنتظروا إخوانكم قليلا حتى يتم تطهير بيوتهم وحتى يتم تحرير مناطقهم بالكامل، ثم بعد ذلك تكون عودتهم، وهم أصلا متعطشين للعودة إلى ديارهم وليس في نيتهم البقاء في تلك المناطق. سيكون هناك مشاركة للقوات الأمنية بكل صنوفها مع الحشد العشائري، وأبناء الحشد العشائري لهذه المناطق كثر ويستطيعون أن يحرروا هذه المناطق من غير استعانة بالحشد الشعبي. اليوم مناطق الأنبار كلها باستثناء الأقضية الثلاثة والجزيرة، منطقة الجزيرة الخالدية لم تحرر، أما بقية المناطق الأقضية الكبيرة قضاء الفلوجة، قضاء الرمادي، الرطبة، هيت، كويس، كل حديثة، هذه كلها بيد القوات الأمنية. لم يبقى إلا هذه الأقضية الثلاثة ومنطقة الجزيرة، القائم عانة راوة والجزيرة، منطقة الجزيرة.